4/10/2011 مفاجأة سارة من برنامج نهارك سعيد لمشاهدي نهارك سعيد. احنا دلوقتي ممكن في أي لحظة حضراتكم ممكن تتابعوا أي الفقرات اللي بتحصل خلال الأسبوع أو في خلال الشهر أو في خلال السنين على مواقع مختلفة، على تويتر وعلى اليوتيوب. اليوتيوب www.youtube.com user اللي هو نهارك سعيد NAHARAK سعيد SA3 بالانجلش EED. هيحط دلوقتي ال نهارك سعيد تويتر وعلى اليوتيوب هيكونوا على الشاشه كمان شويه صغيرين. النهارده بنبتدي فقره الصحافه والصحفيه امينه خيري الصحفيه في جريده الحياه اللندنيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. عقبال الملك. هو خطوه متاخره وخصوصا بعد نهارك سعيد، سوري، بعد الثوره 25 يناير لانه كنا حقيقه اتصادفنا عدد كبير جدا من الشخصيات الهامه بعد ثوره 25. طبعا قبل كده كنا برضو بنستضيف، لكن كانت مهمه جدا في بعد احداث 25 يناير، وخصوصا ان احنا البرنامج الوحيد اثناء الثوره اللي طلع هوا غير قطاع الاخبار. صحيح، دي معلومه مهمه. صحيح، بس يعني كويس ان انتوا لحقتوا، لان تويتر الحقيقه مهم على درجه بالغه من الاهميه للاحداث، طبعا الاحداث في ساعتها. النهارده عندنا 9 اخبار حضراتكم اخترناهم من الشروق والمصيلوم والاخبار والاهرام. بنبتدي من الشروق، صفحه اولى: لعنه بيان العسكري تطارد الموقعين وتقبر الاحزاب على التراجع. من المصيلوم صفحه اولى: المشير طنطاوي استقرار الاوضاع الامنيه شرط لانهاء الطوارئ. الأخبار صفحة 5: مرشحو الرئاسة يطالبون بنقل السلطة قبل منتصف 2012. الأهرام صفحة أولى: جزاءات رادعة لمفسدي الحياة السياسية. المصري اليوم صفحة 3: عيادة خارجية للإيجار، الاستعلام وزارة الصحة. الشروق صفحة 3: ارتفاع غير مسبوق للديون المصرية. الوفد صفحة أولى: مصر على وشك الإفلاس. الشروق الأخيرة: جون بين على فكرة ده الممثل العالمي واخد أوسكار قبل كده، والنبوي اللي هو خالد النبوي يضعان حجر أساس جديد لدور القوى الناعمة في استقلال الشعوب. الأهرام صفحة أولى: 3 علماء يتقاسمون نوبل في الطب، والأسواني مفاجأة الترشيحات. أستاذ أمينة، الشروق: لعنة بيان العسكري تطارد الموقعين وتجبر الأحزاب على التراجع. يعني طبعا احنا ما فيش حاجه بنتكلم عنها خلال الايام اللي فاتت، او من ابرز الحاجات اللي بنتكلم عنها هي البيان الملعون. يعني هي يصلح يكون عنوان لفيلم الفريد هيتشكوك لو كان لسه على قيد الحياه، مش عشان هو البيان ملعون، ولكن اللي حاصل حوالين البيان والارهاصات يعني التي نتجت عنه. الحقيقه ان احنا ما زلنا ان احنا بنتابع ايه اللي بيحصل في الاحزاب، انشقاقات كثيره جدا. طبعا احنا عندنا في مصر حاليا حوالي ما لا يقل عن 50 حزب مختلف، ده غير طبعا التيارات والائتلافات اللي هي لم يعني تعلن عن تأسيسها رسميا بعد. يمكن رقم 13 ليه علاقة بالموضوع، لأن هم 13 حزب أو مندوبين عن أحزاب اللي هم وقعوا على هذا البيان، ومنذ تم هذا التوقيع طبعا والكلام لا يتوقف عن هذا البيان. من وجهة نظر شخصية أنا شايفة كانت المشكلة الرئيسية في هذا البيان أو في الترتيب لهذا البيان إن هو تم إقصاء، تم استبعاد، تم تجاهل، لم تتم دعوة بعض التيارات اللي يفترض أنها تكون مهمة وموجودة على الساحة السياسية في مصر. ويمكن علشان كده كان فيه هجوم على البيان حتى من قبل أن يصدر ومن قبل أن احنا نعرف عنه معلومات. على سبيل المثال للحصر، بعض الناس اللي وقعوا على هذا البيان: دكتور مصطفى النجار مثلا من حزب العدل أحيل للتحقيق وكان حصلت استقالات جماعية في داخل الحزب. في حزب مثلا الجبهة الديمقراطية برضو استقالات جماعية. في البعض سحب التوقيع زي الدكتور مصطفى النجار، تم سحب يعني أعلن هو رجع في كلامه في خصوص التوقيع. كلمة صغيرة بعد إذن أستاذة أمينة، هنفترض أن المجلس العسكري أجر الاستاد بتاع القاهرة وجاب 60 أو 80 حزب اللي موجودين على الساحة وقعدنا مع بعض كلنا. أنا ما بنكرش اللي حصل أو اللي بيحصل أو مش كل ده، تمام. بس أنا بفترض العاق يعني إن هم صحيح. عايزين لا وارد هل تفتكري إن إحنا كنا
الاستاد ده هيتقفل لمدة 3 4 اشهر قدام ويستقروا على حاجة؟ لا ما كانوش هيستقروا على حاجه. ولسه انا دايما بقول ان احنا لو حبينا نغير الديكور بتاع الاستوديو ده وخدنا راي الزملاء كلهم، عمر الناس كلها ما توصل لقرار واحد هندهنه احمر ولا اخضر ولا اصفر. هي الفكره احنا دلوقتي طبعا في مرحله صعبه جدا، مرحله انتقاليه وده متوقع بعد الثوره، ولكن الوصول الى زي ما بيقولوا 100% قرار 100% ان الجميع موافق عليه ده شبه مستحيل. تمام. ولكن برضو في اجراءات المفروض ان احنا ناخدها، ان يبقى في نوع من انواع التمثيل. وعلى فكره رغم كل اللي بيتقال ده عايزين برضو نرجع ونقول لو نزلت الى قرى ونجوع مصر وده اللي طبعا هيبان في الانتخابات، السكه ماشيه في اتجاهات اخرى تماما غير اللي احنا عمالين بنتكلم فيه ده. المصري اليوم صفحة أولى، المشير تنطوي استقرار الأوضاع الأمنية شرط لإنهاء الطوارئ. هو الحقيقة طبعا جولة المشير حسين طنطاوي كانت امبارح لافتتاح برضو المزيد من المشروعات في الطريق، طبعا اتفتح امبارح من حلوان لأسيوط. حلو يا أمينة ان احنا يعني القائمين على الدولة نبص الى بارقه امل ان في مشاريع بتتفتح، في ناس ممكن تشتغل رغم ان مفيش حد بيشتغل. يعني اللطيف ان مفيش حد بيشتغل الحقيقه، على الاقل المواقع اللي بيفتحوها دي في ناس بتشتغل. طيب هي طبعا كانت يعني انا اعتبر ان مثل هذه الزيارات خصوصا اول امبارح وامبارح انها نوع من انواع الرسائل غير المباشره للمصريين ان لا يعني احنا برضو الدنيا ماشيه نسبيا الى حد ما بطريقه طبيعيه. طبعا هي الدنيا مش ماشيه قوي لو احنا يعني بصينا الى ارض الواقع، ومش ماشيه بسببنا احنا، يعني جزء كبير من الاسباب بسببنا، غير ان طبعا في مشاكل في اسلوب الاداره وده وارد زي ما قلنا وارد في اي بلد بيحصل فيها ثوره كبيره زي اللي حصلت في مصر. انا بس لفت انتباهي الحقيقه في العنوان اللي انت قريته يا اشرف من المصري اليوم وفي زيه في الشروق بالظبط، ان الـ 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 الكلام بيتقال ان الطوارئ لن يتم وقف العمل بيها الا في حاله استقرار الاوضاع الامنيه. اللطيف ان الجرايد القوميه الحقيقه برضو ابتدت ترجع شويه تاني كده تستعيد رونقها. مثلا الاهرام الصفحه الاولى المشير حاله الطوارئ سوف تنتهي في اسرع وقت. طبعا هما رسالتين، هي نفس الشخص اللي ادلى بالتصريح ونفس القانون الطوارئ ونفس مصر، ولكن لا هو الحقيقه ما حصلش ان احنا هننهي الطوارئ في اسرع وقت. وانا شايفه من المنطقي انه يتقال ان ايقاف العمل بقانون الطوارئ مرتبط باستقرار الحاله الامنيه. استاذه امينه زي ما حصل في موضوع الانتخابات والقوانين، انت يعني هو يعني بيحاولوا ان هو يرضوا الطرفين، الناس اللي عماله تقول يا جماعه يعني احنا لسه في الامن، محاوله ارضاء الجميع مستحيله. احنا عندنا مشكله امنيه رهيبه في مصر، مشكله تمام. امنيه داخليه تمام. وكفايه ان احنا كلنا متهيألي كل واحد فينا تمام. خايف على نفسه وخايف على عيلته، فعندنا مشكله امنيه رهيبه، ولكن حلها مش بس بقانون الطوارئ، ولكن حلها ان انت تشوف ايه المشكله، ان انت تقدر ازاي ان انت ترجع. ومش هقول ان احنا كنا الامن بتاعنا 100% تمام، ولكن اكيد في طرق. يعني فين ضباط الشرطه؟ يعني انا عايز اعرف الحقيقه هم موجودين فين. والله امينه انا بشوفهم، وانا بشوفهم على فكره، ولكن وانا بشوفهم ممكن يكون مستوى الجريمه او شكل الجريمه او شكل مختلف طبعا، ابتدى يبقى فيه مختلف شويه، وخصوصا ان احنا شفنا الاف من السجون من السجناء طلعوا غير يعني السجناء. هو الاسوء يعني من السجناء هم، انا ما بدافعش عن وزاره الداخليه ولا الضباط، لكن على فكره انا دلوقتي متوقع. لا انا دلوقتي من الناس اللي بتدافع عن الضباط اللي عندهم رغبه ان هم في النزول الى الشارع في هذا الوقت، ولكن هم العدد لا يكفي. تاني حاجه ان احنا طبعا بنبعت لهم رسائل لما يقف سواء تاكسي او سواء ميكروباص ويوجه افظع السباب والشتائم الى ضابط شرطه، فده تمام. غير مظبوط يعني، فمحتاجين تمام. خطه حقيقيه وسريعه. الاخبار صفحه 5، مرشحو الرئاسه يطالبون بنقل السلطه قبل منتصف 2012. برضو نفس الكلام اللي احنا بنتكلمه خلال الايام اللي فاتت ومنذ اليوم التوقيع على هذا البيان، ان في طبعا الكلام اتقال حوالين التوقيت. والتوقيت ده انا شايفه ان هي من الارقام دايما بتبقى من الحاجه السهله جدا ان انت تعرفها، 1+1=2. ممكن احنا نطلب من المجلس العسكري ان احنا عايزين وقت محدد تسليم السلطه امتى. في الاقوال اختلفت، منتصف 2013، في ناس بتقول لا منتصف 2012. طبعا منتصف 2012 المفروض، ولكن يبقى الدستور كلنا اجمعنا عليه وان احنا اوكي، وربنا يسهل ان احنا ربنا يستر. ربنا يستر. المفروض في خلال 45 او 60 يوم خلاص المفروض رسب. هي المشكله يا اشرف ان في حكايه التايمنج ده التحديد التوقيت بيبقى دايما الدنيا بايظه شويه، لان هو بيقول لك ممكن العمل اللجنه ممكن يستمر الى 6 اشهر. يعني احنا ممكن نقعد نكتب في الدستور ده 6 شهور، ممكن يتكتب في 2 اسبوع. ففكره المط الطويل في التوقيت ده برضو انا شايفه ان هي حاجه مش الحقيقه مش ايجابيه في الوقت اللي احنا عايشين فيه.